السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه رائعه سهله التحضير، دغيا كتوجد، اللي هي الرفيسه بلا مسمن. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا بالنسبه لهاد الوصفه غادي توجدوا على الغداء اولا العشاء، سريعه التحضير. غادي نحتاجوا فيها هنايا هاد لي بات، هاد النوع ديال هاد لي بات كما كتشوفوا، على هاد الشكل، على شكل فراشه بحال هكايا، نص كيلو هكايا، والكميه كتبقى على حسب اللي بغيتو ديرو اكثر ولا اقل. عندي نص كيلو هنايا ديال هاد لي بات. عندي هنايا البصله اللي قطعت واحد جوج بصلات هكايا، شلتهم على هاد الشكل. عندي واحد نص ديال الكركوبه ديال الثومه، عندي واحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس، وعندي هنايا شويه ديال الدجاج، كيبقى على حسب الافراد والكميه اللي بغيتو. عندي هنايا المساخن، معلقه كبيره هكايا ديال المساخن، معلقه كبيره هكايا ديال الحلبه، واحد الكاس هكايا مع مرج ديال العدس، والزيت البلديه، والتوابل هنايا عندي سكينجبير، البزار، الخرقوم، واحد الضامه ديال الزعفران، شويه ديال الملح على حساب الذوق، واحد المعلقه صغيره هكايا ديال السمن. صافي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الرفيسه، كتجي سريعه التحضير دغيا كتوجد. غندوزو دابا للطريقه. هنا كما كتشوفوا عندي، كديرو كاسرونه ولا طنجره ولا المهم، غاديش نسدو عليها بلاش الكوكوب، غنديرو هكايا الطنجره، غنديرو فيها الزيت البلديه، واحد الكميه هكايا ديال الزيت البلديه، غنديرو هكايا هاد الكميه ديال الدجاج اللي بغيتو هكايا، غنضيفو ليها هكايا هاد البصله اللي شلطت هكايا، كميه هكايا تكون كثيره هكايا باش تجي، وهذا الربيع. غنضيفو التوابل، السمن، نديرو هاد الطامه ديال الزعفران، والتوابل كاملين هكايا كنضيفوهم، كنديرو هكايا شويه ديال المسخن دابا، وشويه غنخليو حتى كنبغيو نقدموها، وكنديرو شويه. صافي، غادي نخليها عاد تشحر واحد شويه هكايا، غندوز هكايا، غادي نغسل هاد العدس وهاد الحلبه ونرجع معكم. هنا كما كتشوفوا، من بعد ما كتشحر لينا هكايا واحد شويه، صافي عاد كتبدا كتشحر واحد شويه هكايا، كتسخن الطنجره هكايا ولا الكوكوب فاش ما ضفتو هكايا. صافي، من بعد ما كتبدا هكايا كتشحر لينا، صافي من بعد ما غسلت هكايا العدس غادي نديرو معاها، غندير هكايا هذيك الراس ديال الثومه، وغندير هاد شويه ديال الحلبه معاها. يمكن لكم هكايا اللي ما كتعجبوش الحلبه ما يضيفهاش، اولا طيبها هكايا بوحدها، المهم كتجي هكايا زوينه ملي كتطيب هكايا مع العدس ولا زدتو كاع الفول هكايا اللي كيعجبو الفول. صافي، غادي نضيف هكايا، وغندير الماء الكافي فاش غادي المرق هكايا، فاش غادي يطيب لينا الدجاج والعدس، ومن بعد ملي غنزيدو لي بات هكايا. صافي، هنايا من بعد ما كما كتشوفوا كنعمر هكايا بالماء الكافي هكايا باش طيب لينا فيها لي بات، من بعد ما طاب الدجاج غنحيدو هكايا باش غنديرو فيها لي بات. صافي، غادي نخليها هكايا يطيب لينا المرق ونرجع معكم هكايا. او من بعد ما كيطيب لينا هكايا داك شويه ديال الدجاج هكايا، من بعد ما كيطيب لينا العدس كيطيب مزيان هكايا، نقصت هكايا شويه ديال العدس، وحيدت هذاك الكركوبه ديال الثومه حيدتها هكايا، وهذاك شويه ديال الدجاج راه درتو هكايا في الفران باش يتحمر على حساب الذوق. صافي، من بعد ما طاب لينا هكايا العدس غادي نضيف هكايا لي بات باش طيب لينا في هذا المرق كما كتشوفوا. صافي، وغادي نخليها هكايا في هذا المرق حتى كطيب لينا هكايا، وغندوزو باش نوري لكم الشكل النهائي ديالها ونقدمها هكايا وتشوفوا الطبق الاخير. هنا صافي، من بعد ما طابت لينا كما كتشوفوا كتنشف هكايا من داك المرق، كتولي بحال هكايا. صافي، دابا غادي نطفي عليها البوطه وغادي ندوزو هكايا للتقديم باش غتشوفوا الشكل النهائي ديالها.
وانا صافي من بعد ما قدمتها على هذا الشكل كما كتشوفوا، درت هكايا العدس من الفوق داك اللي شيدت هكايا، كنقدمها بحال هكايا. من بعد ما حمرت هاد شويه ديال الدجاج كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، ما كتفرقوش بين لا ما دايرينش هكايا المسمن، كتجي رائعه ولذيذه. نتمنى تعجبكم وتجربوها، ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد، وبصحه وراحه.